يعني أولا موضوع السلاح هو موضوع تفاوضي بين السلطة الفلسطينية وبين كل قوى المعارضة. وبالمناسبة أن نحن حسب معرفتي المتواضعة في السنة الماضية يشكل سلاح المقاومة ما لا يزيد عن 10% من السلاح المتواجد تحديدا في قطاع غزة. لا أريد أن أسحب ذلك الحكم على الضفة الغربية، وبالتالي حين يدور الحديث عن فوضى السلاح لا يدور الحديث فقط عن بعض التجاوزات من بعض فصائل المقاومة، وإنما عن الفوضى العارمة التي دبت في الآونة الأخيرة بسبب تدمير مقومات بناء السلطة الفلسطينية ودب الفوضى من قبل إسرائيل نتيجة العدوان على مدى السنوات الأربع الماضية. لكن انتشار أخي سامي، انتشار القوات الفلسطينية أولا هو الوضع الطبيعي أن تكون هذه القوات على كامل أراضينا في قطاع غزة، أو على الأقل في المناطق التي حسب أوسلو كان يفترض أن تكون السلطة الفلسطينية متواجدة فيها، وقد طردت هذه القوات من قبل إسرائيل بالقوة وبالعنوة من قبل إسرائيل في الأشهر الماضية، وبالتالي عادت هذه القوات إلى مواقعها التي انسحبت منها حين هاجمتها إسرائيل وقتلت كثير من ضباطها وجنودها. وبالتالي عودة هذه القوات كان نتاج حوار مع الجانب الإسرائيلي بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي أن يسمحوا بعودة هذه القوات حتى تؤدي واجباتها وحتى ننزع الذرائع من قبل إسرائيل. ثانيا تقول حتى تقوم بواجبها، شو واجبها يعني؟ ما هو واجبها؟ أنا أخي سامي دعني أكمل. عملية السلام أو عملية التهدئة أو وقف العدوان عن الجانب الفلسطيني أنا أعتقد أنه له جانبان. الجانب الأول هو فلسطيني، لذلك الأخ محمود عباس بدأ بحوار جدي ومعمق مع الفصائل الفلسطينية حتى يوحد هذه الجبهة ويقف إلى مقابل الجانب الإسرائيلي، وهو مسنود بموقف فلسطيني موحد دون الدخول في جدل ونقاش ساخن أو حتى احتكاك داخل فلسطيني. هذا ما أردنا أن نتجنبه على مدى الأشهر والسنوات الأربع الماضية، وهذا ما نتمنى أن يصل به الأخ أبو مازن خلال الأيام القليلة القادمة إلى هذا التفاهم، حتى يقف إلى جانب أو مقابل الجانب الإسرائيلي وهو يعني محصن بموقف فلسطيني موحد. وبالتالي أنا ضد شعار قصة وقف إطلاق نار أو وقف إطلاق نار متبادل بيننا وبين الإسرائيليين. ما يدور الآن هو فقط عدوان إسرائيلي شامل وسافر على كل شبر من أراضي السلطة الفلسطينية. ما يدور الآن هو اغتيال شامل لكل الشعب الفلسطيني. ما يدور الآن تدمير رفح وتدمير المزروعات وتدمير الحقول وتدمير المباني وقصف عشوائي للمدنيين. وبالتالي ما يقوم به الأخ مازن الآن هو وضع عناصر وتراكم للوضع الداخلي حتى يحمي الشعب الفلسطيني من هذا العدوان وحتى يزيد يعني من لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان. معنى ذلك وقف العمليات ضد إسرائيل بكل بساطة. أخي العزيز، هذه مسألة وقف العمليات هي ليست هدف، هي وسيلة لكل الفصائل. إذا كانت العمليات هي هدف بحد ذاته للفصائل الفلسطينية، ولا أعتقد أن أحدا يدعي أن هذه العمليات الهدف منها فقط هو حروب قبلية من أجل الانتقام من إسرائيل، ولكن كانت هذه العمليات ردود أفعال. أنا لا أبرر تلك العمليات، ولكن في نفس الوقت كان هناك اجتهاد من بعض الفصائل إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، رفع غطاء دولي عن الشعب الفلسطيني، استباحة من قبل شارون للمدنيين قبل ما يسموا بالعسكريين، إضعاف البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني، تدمير الاقتصاد الفلسطيني. وبالتالي برنامج الأخ أبو مازن جاء من أجل إنقاذ الوضع الفلسطيني الحالي من الاستباحة الإسرائيلية. أما عملية منع العمليات فالفصائل الفلسطينية قد وافقت على وقف أو تعليق العمليات في السابق، وقد فشلت هذه الأذنة بعد أن صمدت 50 يوما. الآن نأمل أن تكون أوكي. هذه طيب في حال سيد محمد أحنان تأخذ في حال رفضت بعض فصائل المقاومة وقف العمليات العسكرية، هل ستتكرر تجربة عام 96 عندما قام جهاز الأمن الوقائي وكنت أنت رئيسه في تلك الفترة بمداهمة المساجد واعتقال حوالي 1600 شخص، 700 منهم دون أي تهمة وإلى آخره؟ يعني ستتكرر هذه التجربة ومن ثم نحن أمام فتنة فلسطينية داخلية؟ اولا هذا سؤال افتراضي، لا يجوز ان اجيب على سؤال افتراضي، ولكن رغم ذلك سيد محمد انت تذكر عام 96 حتى لحى بعض بعضهم نتفت من الاسلاميين. هذا كان خطا من بعض لا هذا كان خطا وادانته السلطه، كان بعض خطا من بعض الاجهزه الامنيه الفلسطينيه ولا علاقه للموقف الرسمي في السلطه في ذلك الوقت بهذا السلوك. ولكن
أيضا نحن لا نتمنى أن تعود الأيام إلى عام 96، وكذلك آملا من الإخوة في حماس ألا يدفعوا السلطة لأن نعود هذه الأيام. ثانيا، هناك زمن قد استفادت منه السلطة من أخطائها، وزمن آملا أن تستفيد المعارضة أيضا من أخطائها. لا يجوز أن تحتكر المقاومة أو أن تحتكر فصائل المعارضة القرار السياسي الفلسطيني. الأخ أبو مازن الآن أصبح رئيسا منتخبا، لا يجوز أن تملي الفصائل الفلسطينية عليه جدول أعمالها بعد أن انتخب في من الشعب الفلسطيني. أوكي، ولكن كيف ترد على من يقول نحن لم ننتخبه؟ معظم الشعب، أكثرية الشعب الفلسطيني لم تنتخب هذا الرجل، 43% فقط من الشعب الفلسطيني انتخبه. يعني لا أنا أعطيك، أنا سأعطيك إحصائية أخرى. بالعكس، أنا أولا الانتخابات هي لها قانون واضح، من يأخذ الأغلبية يفوز بالانتخابات، من لم يذهب بالانتخابات هذا شأنه، هذا مقصر في ذاته ومقصر في واجبه، سواء واجبه الوطني أو واجبه الديني. في عام 96 الإخوة في حماس عارضوا هذه الانتخابات تحت بند وصدرت فتاوي أنها حرام. الآن والحمد لله أن الإخوة في حماس سيشاركوا في المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة، ما نستدل من الأحاديث والتصريحات أنهم سيشاركوا، بل وشاركوا في الدعاية أو دفع الشعب الفلسطيني للتسجيل لهذه الانتخابات، وبالتالي تحول الحرام إلى حلال، وهذا شيء جيد أن يتحول موقف الإخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في الانتخابات لفرض منطقهم السياسي من خلال صندوق الانتخاب. أوكي. وليس بالقوة. أوكي. وبالمقابل السلطة لا تريد ولا ترغب أن تملي موقفها على المعارضة بالقوة. لذلك الحوار يأتي، ويأتي الرئيس أبو مازن إلى غزة من أجل تعميق ذلك الحوار، من أجل تعزيز هذا الحوار، ومن أجل أن نخرج بنتائج. أوكي.